السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. ورجعت لكم انا اشوفكم مقطع جديد. الناس الشباب بس تحديين من اهداف صيف بلا تعرق. التحديين جدا جدا سهلات وما بدين اشي، وكل يوم راح يكون في عندنا تحديات. عندك التحدي الاول بحكي لك اهبط بعد القفز من حافله المعركه خلال حدث صيف لا تعرق، بس عليك انك تنزل من الجيم، تنزل اي مكان، تمام؟ وعندك التحدي اللي بعده، لهذا التحدي هذا سير راح ينحسب اول ما تنزل، ما حكيت لك التحدي اللي بعده، بحكي لك التقط لافتات لا للتعرق. كل عليك بس تنزلوا معي على المكان راح انزل عليه في الضبط، وراح ينحسب لكم التحديين بسرعه، تمام؟ فاعملوا مثل ما راح اعمل في الضبط. انا ما رضيت اقص الفيديو ولا رضيت اعمل إشي عشان تشوفوا المقطع كامل معي، تمام؟ خلينا ننزل هسه على السريع. زي حكيت اول شيء لازم تهبطوا، بس ايش تهبطوا؟ اول ما تهبطوا تراك سكر راح ينحسب للتحدي، بعدين ناخذ هاي اللافتات، تمام؟ خلينا نشوف هسه بعد ما ناخذ هاي اللافته راح تيجي تلاقوها هون، تيجي تاخذ هاي المنطقه. بالنسبه لي جيت على هاي المنطقه هون احسن لي واقرب لي، تيجي هون تاخذها مثل هيك، بعد هيك هسه راح تودي هاي اللافته. طلع كيف بدك تحط هاي اللافته، طلع كيف بدك تحطها، تمام؟ هسه راح افتح لك هسه بس اتاكد لك في الموقع وين نروح. هنا ثلاث مواقع بنقدر نحط فيها، بس انا هون عندي هاي موقع قريب، هاي عند هاي لونها بنفسجي طلع عليها، تمام؟ هسه بحكي لك احمل علامه لا تعرق وضعها في العلامه تاعيتها. هاي العلامه هون لازم توقف فوق العلامه، لازم توقف، طلع كيف تكون هيك قدامها وتحطها، تمام؟ وقف قبالها، اقعد يعني اقعد، بس ايش تحطها، لما تيجي ترميها هيك على الارض ما راح تنحسب. انا جربت اكثر من مره وما انحسبت، بس قربت جنبها وقعدت انحسبت لي، تمام. بس هذول الشباب اليوم الاول من تحديات صيف بلا تعرق، واعذرونا على التكليج. لازم تدعمونا من خاضط على زر الاشتراك، لايك المقطع، فعلوا الجرس. فنشوفكم في فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس. Boy, you're gonna die today.